بالنسبة للناس المفطرين في نهار رمضان في الشوارع والمقاهي الحقيقة هذه ظاهرة من أسوأ المظاهر، هذا مظهر من أسوأ المظاهر، ولا يجوز أبدا لأولياء الأمور في أي بلد مسلم أن يتركوا أصحاب المطاعم العامة وأصحاب المقاهي وأصحاب الكافتريات ليمارسوا نشاطهم في نهار رمضان، وليقدم الطعام والشراب في نهار رمضان حتى ولو كان لغير مسلم. غير المسلم يلزم بالصيام، لكن عليه أن يحترم هذه الشعيرة وهذا الشهر وهذا الركن من أركان الإسلام، والذي هو من أعظم الأعمال والعبادات بالنسبة للمسلمين. ولا يحق لولاة الأمور أن يتهاونوا مع أولئك الذين يقللون من قدر الشهر ولا يجلون هذا الشهر المبارك. أما بالنسبة لنا كأحاد أو كأفراد، فما علينا أخي الحبيب إلا أن ننصح، وإلا أن نأمر بالمعروف بمعروف، وأن ننهى عن هذا المنكر الكبير، لكن بغير منكر، لا كبير ولا صغير. فإن رأيت أنا مثلا صاحب مطعم قد فتح وأنا أعلم أنه مسلم، أذهب إليه وأنصحه بأسلوب مهذب، بأسلوب جميل، وأنه بين له أن هذا حرام ولا يجوز، وهو لا يحترم الشهر ولا يحترم مشاعر المسلمين. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أديت ما عليك، ولا يعني تفعل أكثر من ذلك حتى لا تصبح فتنة أكبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.